عايز اروح لزميلنا العزيز ادهم ندى رئيس القناه الاهلي ومتواجد في استاد مختار التتش. ادهم مساء الخير عليك. ارحب بيك زميلي امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ادهم، طمنا اخبار الفريق عندك ايه؟ طبعا في البدايه امير انا حابب اهني جموع الشعب المصري والمنتخب الاولمبي اللي اسعدنا جميعا بتاهله لاولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب عن الاولمبياد منذ اولمبياد لندن. ببارك للجهاز الفني، ببارك للاعبين على هذا الانجاز، وان شاء الله يؤكدوا جدارتهم بالبطاقه والوصول لاولمبياد طوكيو من خلال المباراه النهائيه امام كوت ديفوار ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. نرجع لكواليسنا وللتدريب. لو حطينا عنوان سلوجن او عنوان رئيسي للمران النهارده هو عوده اللاعبين الدوليين كويس. وعمليه التوازن في الحمل البدني ما بين اللاعبين. شاهد المران الحقيقه يا امير عوده اللاعبين الدوليين في المنتخب الاول بين الشحات، عمرو السوليه، محمد الشناوي، احمد فتحي، محمد هاني بعد مباراه منتخب مصر الاول وجزر القمر في التصفيات الافريقيه المؤهله لامم افريقيا. واللي انتهت بالتعادل السلبي، وحرص المدير الفني ريني فايلر على الحديث مع اللاعبين الدوليين والشد من ازرهم، وهنا بيبان يا امير قدره ريني فايلر على التعامل النفسي قبل الفني مع اللاعبين. يعني كان في جلسات ما بين المدير الفني ولاعبي الاهلي الدوليين. ده حقيقي يا امير، ده حقيقي. المهم حرص على اعطائهم جرعات تدريبيه بسيطه وخفيفه مع رفع المعدلات البدنيه مع المجموعه اللي ما كانتش بتشارك طبعا في المباريات الدوليه من اجل اضفاء نوع من التوازن على جرعات الحمل البدني ما بين اللاعبين، خصوصا ان اول مباراه للاهلي هتكون قريبه جدا طبعا بعد كاس افريقيا مع جونا في الدوري العام من اجل وضع كل لاعبي الاهلي في حاله بدنيه جيده. كويس. الحقيقه من ناحيه اخرى تواصلنا مع طبيب النادي الاهلي. ده مهم قوي بقى، قول لي اجاي اخباره ايه؟ اجاي طبعا هي اجهاد في العضله الخلفيه بالنسبه له من المباراه، لكن ان شاء الله باذن الله هيعود قريبا. والحقيقه حابب اوضح نقطه بخصوص حمدي فتحي اتكلم فيها طبيب النادي الاهلي النهارده. وعايزين نقفل باب الجدل بخصوص اصابه حمدي فتحي نجمنا الكبير طبعا، وكان ركيزه من الركائز اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي ان شاء الله بعد عودته من الاصابه. في البدايه هو ان شاء الله الاتجاه القوي ان هو يعود اللاعب من المانيا للقاهره ان شاء الله غدا الخميس. كمان اتكلم طبيب النادي الاهلي عن التوصيف الصحيح لاصابه حمدي فتحي، وهي عباره عن خياطه في الغضروف الخارجي للركبه. طيب بص يا ادهم، عايز اقول لك على حاجه. احنا اتكلمنا مع الناس وشرحنا لهم القصه دي مع بدايه الحلقه، بس انا عايز اسالك بالتحديد يعني على اجاي. انت قلت لي اجاي اجهاد في العضله الخلفيه، ممكن يرجع للتدريبات امتى؟ هل في قرار نهائي بعودته للتدريبات مثلا بعد 48 ساعه 72 ساعه، ولا الامور ماشيه ازاي بالنسبه له؟ ان شاء الله الاحتمال الارجح ان شاء الله بعد 72 ساعه. انت عارف الاصابه العضله الخلفيه هي اصابه ممكن تكون خادعه شويه، يعني ممكن اللاعب يبقى يظهر بصوره سليمه وبعد كده تتجدد الاصابه ثاني. فالحقيقه الجهاز الطبي للنادي الاهلي صابر عليه وبيديله، وان شاء الله يبقى فيه علاج كافي باذن الله ان هو يعود سريعا بعد 3 ايام لتدريبات النادي الاهلي. طيب بالنسبه لمروان محسن، هل بيشتكي من اي حاجه؟ لان عندي بعض الاخبار بتقول ان مروان عنده مشكله عضليه او حاجه، طمنا. ولا بيشارك بشكل طبيعي؟ لا هو شد طبيعي، اجهاد خفيف. بحب اطمن جماهير النادي الاهلي على لاعبنا الكبير طبعا مروان محسن، هو مجرد اجهاد خفيف لكن ما يرتقيش لشد ولا حاجه، مجرد بس ان شاء الله ان مروان ينتظم في التدريبات وينتظم في المباريات، وهتكون الامور باذن الله ان شاء الله سليمه ويكون معافى باذن الله. برنامج الفريق لغايه ميعاد مباراه الجونه وميعاد السفر للجونه هيكون امتى؟ اكرر زميلي امير مره اخرى ما سمعتش. بقول لك البرنامج بتاع الفريق خلال الفتره اللي جايه لحد موعد مباراه الجونه والسفر للغردقه هيكون امتى بالظبط؟ ان شاء الله باذن الله هيكون على يوم الجمعه ان شاء الله باذن الله هيتوجه الفريق باذن الله للغردقه من اجل اقامه معسكر باذن الله للفريق من اجل مباراه الجونه. طبعا هي مباراه مهمه الحقيقه في الدوري الممتاز بالظبط طبعا، وطبعا يعني بيتحمل اللاعبين والجهاز الفني مسؤوليه كبيره من اجل استمرار الصوره الاكثر من رائعه اللي ظهر عليها النادي الاهلي منذ بدايه الدوري والانتصارات المتتاليه ان شاء الله باذن الله. بعد كده يتوجه النادي الاهلي الى مباراه النجم الساحلي في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. الحقيقه شاهد المران فقره تدريبيه قويه لحارسنا المتالق محمد الشناوي، والحقيقه كان في حرص من الجهاز الفني لتهنئته على جهده وتالقه والصعود على مرمى المنتخب في مباراه جزر القمر. هو كان نجم كبير فعلا في هذه المباراه. انا بشكرك يا ادهم، شكرا جزيلا زميلنا العزيز ادهم ندى رئيس القناه الاهلي.